طيب بعد كده عندي السيريز ريزيسترز والفولتج ديفيجن. السيريز ريزيسترز لو انا عندي مجموعة مقاومات بس المرة دي على التوالي وليكن R1 R2 R3 وعايز اجيب المقاومة المكافئة الكلية R equivalent، فاقدر اقول ان ال R equivalent هتساوي مجموع المقاومات دي R1 بلس R2 بلس R3. تمام، الموضوع بسيط طبعا. طيب وبرضه عندي الفولتج ديفيجن، والفولتج ديفيجن ده بستخدمه كتير جدا. الفولتج ديفيجن ده بستخدمه امتى؟ لو عندي مقاومات على التوازي على التوالي، يعني مثلا اقدر اقول كده من هنا ان في واحد ده بيساوي الفولت السورس الكلي الفي مضروب في المقاومه اللي انا بحسب عليها اللي هي R1 على R1 بلس R2، ده بالنسبه لفي واحد. طب لو عايز احسب V2 هقدر اقول ان V2 بيساوي الفولت السورس الكلي على مضروب في R2 على R1 بلس R2. وخلي بالك هنا عشان تبقى حافظ الفرق ما بين الفولتج ديفيجن والكرنت ديفيجن، خلينا كده نعمل مقارنه كده ما بين الكرنت ديفيجن اللي احنا اخدناه الفيديو اللي فات والفولتج ديفيجن. الكرنت ديفيجن او الكرنت ديفايدر بستخدمه لما يكون المقاومات توازي، ده بستخدمه لما يكون المقاومات توالي. الحاجه الثانيه القانون، ان ده ان هنا اي، لو تلاحظ مثلا ان اي واحد هتساوي الكرنت سورس الكلي في هنا R2 على R1 بلس R2، لكن هنا ال V واحد هتساوي ال V الكلية في هنا بقى R1 على R1 بلس R2. خلي بالك من الفرق ده، ان دي كده R2 يعني تبقى المقاومة مش المقاومة اللي انا بحسب عليها، لكن هنا بتكون المقاومة اللي انا بحسب عليها. ده فرق مهم جدا تقدر تحفظ بيه. تمام، وبرضو الفرق ان ده كده بيشتغل او الكرنت ديفايدر بيشتغل على الكرنت من اسمه، الفولتج ديفيجن بيشتغل على الفولتج. تمام، طيب فدي كده القوانين بتاع الفولتج ديفيجن، واحنا كنا اخدنا في الفيديو اللي فات القوانين بتاع الكرنت ديفيجن، وهم تكون عارفهم وفاهمهم كويس. طيب كده احنا برضو خلصنا برضو حته السيريز ريزيسترز والفولتج ديفيجن.